بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة معانا المقرر بتاع الجيناتكس، Principles of Genetics. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم أبنائي دارسين الوراثة المستوى الأول. أحب أعرفكم بيا، أنا أستاذ دكتور منى حلمي الحجري، أستاذ الوراثة والبيولوجيا الجزيئية المساعد بقسم النبات. إن شاء الله ندرس مع بعض المستوى الأول من الوراثة، وبالتوفيق لكم جميعا. الوراثة السيليبس أو المنهج بتاعنا هيتناول الكلاسيكال جيناتكس او الوراثة الكلاسيكية. اول موضوع عندنا في الوراثة الكلاسيكية هيكون خاص بالاندبندنت او الفري اسورتمنت اوف كروموسومز، بمعنى التوزيع الحر للكروموسومات، اللي هو هيكون بيتناول مندليانز لو او قوانين مندل والديفيشن فروم مندل اللي هي الانحرافات المندلية. تاني موضوع عندنا هيتناول اللينكج او الديبندنت اسورتمنت اللي هو الارتباط، يعني ده توزيع غير حر. ده بيتناول عندنا اللينكج والكروسينج اوفر وجين اللينكج اللي هو الارتباط، زي ما قلنا بيتناول اللينكج الارتباط والكروسينج اوفر، ظاهرة العبور، وجين كونفيجريشن اون ذا كروموسوم، توزيع الجينات على الكروموسوم، والجيناتك ماب مابينج او الخريطة الوراثية، ازاي نرسم خريطة وراثية. بيتناول الموضوع الثالث اللي هو البوبيوليشن جيناتكس او وراثة العشائر، الموضوع الرابع اللي هو الميوتيشن، الموضوع الخامس الجين اكسبريشن او التعبير الجيني، الميوتيشن الطفرة والجين اكسبريشن التعبير الجيني. عندنا بعض المفاهيم لازم تكون واضحة عندنا قبل ما نبتدي نشتغل. احنا شايفين هنا على في الناحية اليسرى من الشريحة الكروموسوم عبارة عن two arms attached with each other in the centromere region، يعني هنلاقي كروموسوم بيتكون من ذراعين اتنين بيتصلوا ببعضهم في منطقة السنترومير. طيب على الناحية اليسرى هنلاقي الكروموسوم على شكل علامة اكس. هل ده كروموسوم برضو؟ ايوه ده كروموسوم وده كروموسوم، لكن الفرق هنا كان قبل ما يحصل للكروموسوم دابليكيشن او تضاعف ويديني الكروموسوم اللي هو من تو كروماتيدز، تمام، اللي هو الناحية الشمال. طبعا من ضمن الحاجات اللي بقى عارفها ان انا عندي اي جين، الجين ده هو عبارة عن الوحدة الوراثية الاساسية في الوراثة، بيتكون من ايه؟ من تتابعات او سيكونس من القواعد النيتروجينية، تمام، تتابعات سوري من النيوكليتايد، بيتكون من تتابعات من النيوكليتايدز، تمام، يبقى النيوكليتايدز هتكون لنا الايه؟ التتابع بتاعها هيعمل لنا الجين، والجين عبارة عن مكان على الدي ان ايه، والدي ان ايه بيحصل له باكينج او تعبئة في الكروموسوم. هنا الشريحة اللي قصادنا دي اللي هي الايه الكاريوتايبنج، بتمثل الكاريوتايبنج. كل ده احنا بنفتكر الحاجات اللي احنا عدينا عليها وخدناها قبل كده، الكاريوتايبنج او اللي هو النسق بتاع الايه الكروموسومات. بنلاحظ فيه دايما ان الكروموسومات مالها متوزعة ازاي؟ في صورة ازواج متماثلة، يعني بلاقي ادي لو دي عينة كاريوتايبنج لانسان، هنلاقي اهو ال 23 زوج من الكروموسومات موجودين قصادنا، من مترقمين ال 23 زوج مترقمين من اول واحد لحد 22 مع اعتبار زوج الايه الكروموسومات الجنسية اللي هو اكس وواي لو ذكر، اكس واكس لو ايه لو انثى، اللي هو اللي على الناحية الشمال الملون، تمام. طبعا الكاريوتايبنج ده لو نراجع كده التعريف بتاعه هنلاقيه ان هو ايه عبارة عن الارينجمنت of total number of chromosome as a homologous pairs
arranged according to their size, to the size of the chromosome and the position of the centromere. الأرنج ده بيحصل إزاي؟ descending with considering the sexual pair of the chromosome. يعني بمعنى ان احنا عندنا دلوقتي بنقول ان الكاريوتايبنج او النسق او الباترن بتاع الكروموسومز ده احنا بنرصه في صورة ازواج متماثلة من الايه، من الكروموسومات الهومولوجاس بير اوف ذا كروموسوم، طبقا لوضع لحجمها السايز، وضع السنترومير بتاعها. تمام، اللي احنا بنقول وضع السنترومير طبعا بيوضح لي إذا كان الكروموسوم ده ميتاسنتريك ولا سب ميتاسنتريك، مركزي أو تحت مركزي أو أكروسنتريك تحت طرفي أو تيلوسنتريك، وبالتالي بنبتدي إيه نرتب المجموعة كلها على حسب السايز الحجم وموضع السنترومير بشكل تنازلي، مع الأخذ في الاعتبار زوج الكروموسومات الجنسية. طيب هو احنا ليه زي ما احنا شايفين كده ان كل كروموسوم موجود منه ايه نسختين مش نسخة واحدة؟ طبعا الديبلويد سيل لازم بيبقى جواها الكروموسومات موجودة في ازواج متماثلة، لان الديبلويد سيل دي عبارة عن 2N هيتكون منها الجميز سواء الاوفا او السبر. فبالتالي لما تكون 2N وكل كروموسوم ليه الشبيه بتاعه بالظبط وهتتقسم لواحد ان، يبقى كده معناه ان كل الجاميتات هتحتوي على ايه؟ نفس المحتوى الجيني، لان كل جاميته هتاخد واحد ان، والواحد ان دي كان في نسخه تانية منها، فيبقى اذا بتحتوي كل الجاميتات محتوي على نفس المحتوى الايه الجيني بتاع الكائن الحي، لكن بنص العدد بتاعه. تمام، طيب احنا عندنا برضو لازم نعرف بعض التعريفات وبعض اللغة اللي في الوراثة، زي مثلا كلمة ايه لوكاس. لوكاس ده يعني ايه؟ يعني الموقع الجيني. بنلاقي ان كل جين موجود على الكروموسوم في موضع محدد لا يتغير اسمه اللوكاس، جمعها جيويسايت. يعني احنا عندنا ايه ده لوكاس لجين، B لوكاس لجين، C لوكاس لجين، D هكذا، E، F، كل واحد من الليترز دي بيمثل لوكاس أو موقع جيني للجين. تمام؟ بنلاقي كمان إن H جين is represented by two alleles in the homologous pair of the chromosome. كل جين بلاقيه ممثل باتنين أليل على زوج الكروموسومات المتماثل. زي ما انتوا شايفين كده الـ A كل كروموسوم منهم اللي هو زوج الكروموسومات المتماثل ده عليه جين A، كل كروموسوم من زوج الكروموسومات المتماثل عليه B، إذا نفس الـ A الكونتنت من الجينات، من الجينات ولكن ليس من الصفات. بمعنى إيه؟ لو هفترض إن أنا عندي، يعني أنا عندي دلوقتي كل صفة لها عدد من الأليلز. إيه يعني إيه أليلز؟ أليل اللي هو النظير الجيني، يعني النظير الجيني أو الشكل الآخر أو الفورمة التانية من الجين. بمعنى مثلا ناخد مثال كده عشان نقرب الفهم، لو أنا عندي لون العين يمثله الجين إيه، أنا احتمال عندي ألاقي لون عين سودة أو بني أو زرقاء أو خضراء. إذن عدد الأليلز المتاحة للون العين أكتر من 2، عدد كبير. تمام، لكن في النهاية نصيب الفرد من الأليلز دي بيبقى كام؟ بيبقى 2 بس، لأن هو 2N. تمام، يبقى إذن الموقع الأولاني هلاقيه مخصص للون العين مثلا اللي هو A، لكن مش شرط الاتنين أليلز اللي بيمثلوا الصفة، لأن احنا عارفين ان كل صفة تمثل بعاملين وراثيين، مش شرط الاتنين أليلز يكونوا مالهم يكونوا شكل بعض، ممكن يكون فيهم واحد دوميننت سائد ونرمز له بالرمز الكابيتال، وواحد تاني الأليل بتاعه يكون ايه؟ يكون
ريسيسيف يعني متناحي وبرمز له بالرمز الايه السموك. ده بالنسبه للجين الاولاني اللي كان ايه. طب نيجي نشوف كده بالنسبه للجين الثاني بي، الاقي بالصدفه ان النسختين اللي عند الكروموسوم الكائن ده على الهومولوجس بير او زوج الكروموسومات المتماثل بتاعه شكل بعض، وكذلك الجين سي كلهم كانوا دوميننت لكن السي كله كان ريسيسيف. تمام، يبقى ده هيخليني احتاج ان انا اعرف يعني ايه هوموزايجوس وهيتيروزايجوس. يعني امتى الفرد يبقى هوموزايجوس؟ يعني متماثل ناقي يعني ماشي، او هيتيروزايجوس يعني هجين غير عوامل الوراثيه بتاعته غير متماثل. يبقى الكائن الاقتصادي ده الاثنين كروموسوم بتوعه موجودين قصادي على مستوى الجين ايه هو ماله هيتيروزايجوس خليط مش كده، لكن على مستوى الجين بي او السي هلاقيه هوموزايجوس متجانس نقي. لكن نقي دوميننت سائد بالنسبه للصفه بي وريسيسيف بالنسبه للصفه سي. تمام، هو ايه الفرق بين الدوميننت والريسيسيف؟ الريسيسيف هي الصفه اللي ما تقدرش تظهر ابدا في وجود عامل الصفه الدوميننت السائده ماشي، لكن الصفه الدوميننت السائده هي اللي تاثيرها بيظهر على الكائن الحي حتى لو كان مش موجوده في صوره نقيه. تمام، واللوكس احنا عرفناه، والاليل قلنا يعني ايه ان هو another form of the same gene الصوره الاخرى للجين. تريت اللي هي الصفه، لون الشعر اسود اصفر، لون العين اخضر ازرق. تمام، طيب احنا قلنا في الشريحه اللي فاتت ان طالما في الفرد ممكن يكون هيتيروزايجوس عنده الصفه المتنحيه والصفه السائده، وقلنا ان ده هيضطرني ان انا اعرف يعني ايه فينوتايب وجينوتايب. فينوتايب يعني الشكل الظاهري للكائن الحي اللي هي الايه الابيرنت فيتشر اوف ذا اورجانيزم. تمام، الملامح والصفات الظاهره على الكائن الحي من بره اللي هي ما بتدينيش انديكيشن ولا دلاله على الطرز الجيني بتاع الكائن الحي نهائي الا اذا كان الفرد نقي. امال الجينوتايب هو الجيناتك ستراكشر للكائن الحي. تمام، طبعا بالنسبه للهوموزايجوس وتيروزايجوس احنا قلناها في الشرايح الاولانيه واحنا بنتكلم دوميننت اليل قلناه اللي هو الاليل السائد والدوميننس اللي هي السياده. الريسيسيف اللي هو ايه اللي هو التناحي. دايوشيس يعني الكائن يكون ثنائي الجنس زي النباتات، يكون عنده اعضاء التذكير واعضاء التانيث. مونوشيس يعني يكون وحيد الجنس، يعني يا اما مذكر يا اما مؤنث. داي هايبرد ومونو هايبرد يعني ايه؟ يعني لو انا بدرس الكائن على مستوى صفه واحده هيبقى مونو هايبرد، لو الكائن ده ممثله في الصفه دي بجين واحد يبقى مونو هايبرد. طيب لو الصفة كانت ممثلة باتنين جين هيبقى ايه؟ داي هايبرد. تمام، او لو بدرس فيه صفتين إيه كل واحد منهم خاص بجين هتبقى داي هايبرد. كروس تيست اللي هو التلقيح الخلطي، سيلف تيست اللي هو التلقيح الايه الذاتي. داي هايبرد كروس يعني تلقيح ما بين أبوين مختلفين في زوج من الصفات، ومديك مثال إن آدي AA وBB. تمام، ده بيرنت عنده زوج من الصفات مختلف فيه عن البيرنت التاني اللي هو A small A small B small B small، يعني دول تلقيح بين اتنين أبوين مختلفين في الإيه في الصفات على مستوى صفتين. واحنا بنتكلم قلنا ان الجين هو الفاندامنتال يونت اوف هيريديتوري وليه اكتر
من تعريف. تمام. في كمان عندي كلمة فيليشن أو اللي هي إيه، الجيل. أنا الآباء بسميهم بيرنت، يعني الاتنين اللي أنا هعمل بينهم التلقيح أو الكروس. طيب الجيل بقى اللي ناتج منهم أسميه إيه؟ فيليشن، اللي هو هسميه F1 لو هو الجيل التاني. طيب لو ال F1 ده حصل كروس ما بينهم وبين بعض هيطلع F2، أسميه الإيه؟ الجيل التاني. تمام. أول ما نهتم بالوراثة على مستوى الأفراد، يعني من كان من يعني مندليان جيناتكس دي بتهتم بالوراثة على مستوى الأفراد. طبعا مندليان جيناتكس نسبة إلى العالم جريجور ميندل اللي هو كان راهب نمساوي من مواليد شهر يوليو، كان عايش في كنيسة في النمسا، وبدأ إن هو كان مزروع في الحديقة بتاع الكنيسة دي بعض النباتات الخاصة بالبسلة، بدأ يراقب نموها وتطوراتها والتكاثر ما بينها. تمام. ويطلع بمجموعة القوانين بتاعته. أولا طلع باللو اوف دومينانس أو قانون السيادة. قانون السيادة يعني إيه؟ يعني إذا تواجد عاملين للصفة أحدهما السائد والتاني متنحي، فإن العامل المتنحي لا يستطيع إظهار تأثير ولا إظهار الصفة الخاصة به في وجود العامل السائد. يبقى ده إيه؟ أول حاجة بالنسبة للـ Law of Dominance. طيب أمال القانون التاني كان إيه؟ The Law of Segregation اللي هو قانون الانعزال أو الـ Free Assortment. تمام؟ قانون سوري اللي هو قانون تاني قلنا ذا لو اوف سيجريجيشن اللي هو قانون الايه الانعزال. القانون الثالث اللي هو ذا لو اوف اندبندنت اسورتمنت اللي هو قانون التوزيع الايه الحر. واحنا بناخد الحاجات دي هناخد حاجه اسمها بي سكوير او بونت سكوير. ايه هو بي سكوير ده؟ السكوير ده زي ما انتم شايفين هو نعمل فيه ايه علشان تقريبا علشان نقدر نقرب لكم الصيغة بتاع القانون اللي هنقولها. بيبتدي يرص، احنا اتفقنا ان احنا لما هنعمل كروس هنعمل تلقيح هيبقى دايما بين فردين مختلفين نقيين، او الحاجة لازم يكونوا نقيين ومختلفين في الصفات او متضادين في الصفات. بمعنى ايه؟ لو انا عندي مثلا الاب بيمثله بالنسبة لطول البيرنت بيمثله أو طول الوالد بيمثله العاملين تي كابتل تي كابتل، ده معناه إن هو طويل إيه؟ نقي. تمام؟ وإن هو هوموزايجوس. تمام كده؟ طيب تي سمول تي سمول ألاقيه هوموزايجوس بس إيه؟ ريسيسيف، يعني أكن الأب دلوقتي كان هوموزايجوس دوميننت يعني نقي السائد، والام مالها الريسيسيف هوموزايجوس نقيه متنحيه. تعالوا كده نشوف لو احنا ابتدينا نضرب التي كابيتال اللي فوق اللي خارج المربع بتاع بونت ده مع التي سمول، هنلاقي تي كابيتال تي سمول تي كابيتال تي سمول تي كابيتال تي سمول تي كابيتال تي سمول. هو حاطط الرموز دي اللي هي تي كابيتال لوحديها على اساس ان الجميع هتحتوي على واحد ان بس، او التي سمول لوحديها على اساس ان ايه الجميع هتحتوي على تي سمول بس. فاكن كده انا عندي اتنين جميتة طبعا جايين من الاب واتنين جميتة جايين من الام، فكان الجيل الاولاني يبقى ده جيل البيرنت، الجيل الاولاني اللي هو البيرنت اللي هو تي كابيتال تي كابيتال وتي سمول تي سمول اللي بره المربع، اللي جوه المربع ايه بقى؟ ده بنسميه الجيل الاول او الايه؟ الاف 1. تمام؟ هلاحظ هنا ان الاف 1 طلع كله متجانس هوموزايجوس، وهوموزايجوس ايه بقى؟ سوري طلع كله هوموزايجو هيتيروزايجوس يعني طلع كله هجين، لكن كان هوموجينس، اقصد ان هو هوموجينس. هوموجينس يعني ايه؟ يعني متجانس، يعني كلهم شكل بعضيهم. نلاحظ هنا كل الافراد الناتجه شكل بعضيهم لكنها كلها هيتيروزايجوس خليطه. تمام؟ يعني كل النباتات هتبان قصادي انها
طويل. الفيرست لو هنا بيقول ان بقى لو الجيل الاولاني حصل منه تزاوج، تمام، لو الجيل الاولاني حصل منه بينه تزاوج وطلع لي F2، الاقي ان النسبة في ال F2 بتطلع في الجيل الثاني بنسبة ايه؟ بنسبة 3 إلى 1. 3 مين؟ 3 الصفة السائدة لواحد الصفة، فرد واحد بس يحمل الصفة المتنحية، وده قانون مندل بتاع الانعزال law of segregation. نص ان هو بيقول during the formation of gametes، اثناء تكوين الجاميتات، the two alleles اللي اتنين allele responsible for a trait المسؤولين عن صفة separate from each other، بيبتدوا ينفصلوا ايه عن بعض، alleles for a trait الاليل الخاص بصفة are then recombined at fertilization، تمام، producing the genotype، ويديني الطرز الجيني for the trait of the offspring، يديني الطرز الجيني الخاص بالصفة في الجيل الناتج، وان الكروس تيست between pure reversed parents، الكروس تيست اللي هو التلقيح الخلطي بين اباء بتحمل صفات عكسية مونو هايبرد على مختلفين على مستوى صفة واحدة بس results in homogeneity of F1 generation، يعني هينتج لي جيل اولاني F1 متجانس، تمام؟ The recessive trait disappeared in the first generation، يعني الصفة المتنحية هتختفي خالص مش هشوفها على الفينوتايب بتاع الكائن في الجيل الاولاني F1، لكن هتظهر تابيرد ان ذا نيكست جينيريشن F2، هتظهر بقى في الجيل التالي ل F2 باي ريشيو اوف 3 to 1، بنسبه 3 إلى 1، 3 افراد للصفه السائده وواحد بس للصفه المتنحيه، تمام. يعني العوامل الوراثيه انعزلت ودخلت الجامدات منفصله عن بعضيها، وابتدت انها في الجيل الاولاني الاف 1 كل الصفه المتنحيه ما تظهرش خالص، وظهر لي اف 1 جيل كله متجانس ولكنه خليط، اما في الجيل الثاني تظهر لي الصفه بنسبه 3 إلى 1. طيب في ادي برضو مدينا مثال ثاني، بس امتى بقى؟ ان خد من الجيل الايه الثاني الجيل الاولاني الاف 1 اللي هو كان مال، والجيل الاولاني الجيل الاولاني قلنا ان هو هيتيروزايجوس، يعني نلاقي ادي السبرما اهو A كابيتال A سمول، تمام، لانه هيتيروزايجوس، والايج نفس الشيء، بتزوجهم مع بعض نلاقي ظهرت لي الصفه السائده في 3 افراد، والصفه المتنحيه ظهرت في ايه؟ في فرد واحد اللي هو الاي سمول اي سمول، تمام. وده نص قانون مندل اللي احنا ده بقى مندل، قانون مندل الثاني، مندل ثيرد لو اوف جيناتكس اللي هو القانون الثالث لمندل، لان احنا قلنا القانون الاولاني بتاع الدوميننس، القانون الثاني بتاع اللو اوف سيجريجيشن، القانون الثالث اللي هو بتاع الايه اللي هنشوفه دلوقتي the law of independent assortment التوزيع الحر. Alleles for different traits are distributed to sex cells and offspring independently of one another، بمعنى ان الاليلات للصفات المختلفة بتتوزع على الخلايا الجنسية وكذلك الجيل الناتج غير معتمدة على بعضها بعض، يعني مش مرتبطة من الآخر بعضها ببعض. The allele of one gene can segregate independently of allele of the other regard to dihybrid gene، يعني لو أنا بدرس dihybrid gene يعني بدرس صفاتين اتنين، ألاقي إن الأليل بتاعت الجينات كل واحدة مش مرتبطة، يعني مش شرط عندي ألاقي لون العين مرتبط بلون الشعر، كل واحد بيدخل الجميتة بالشكل اللي ايه
اللي هو موجود فيه وخلاص. ليه؟ لان كل صفه من دول موجوده على الكروموسوم. The F1 individual are all homozygous. الجيل الاولاني زي ما احنا متعودين هيطلع كله ايه؟ متجانس. هوموجينس مش هوموزايكس. بنلاقي ان الجيل الاولاني كله ايه؟ بيطلع هوموجينس متجانس with heterozygous genotype. بايه بقى؟ الجين الترس الجيني بتاعه يبقى هجين. هو سيلف تيست فور ذيس هوموجينس heterozygous individual. بينما بقى الاقي التلقيح الذاتي لهذه الافراد المتجانسه الخليطه يعمل لي ايه بقى؟ ينتج لي اف 2 جيل تاني مالهم الريشيو او النسبه بتاعه ظهور الصفات فيه 9 لـ 3 لـ 3 لـ 1. بمعنى ايه بقى؟ 9 هيظهر فيها الصفاتين الاثنين بشكل سائد. انا هنا بقى المره دي القانون بتاع مندل الثاني كان بيوصف يا دوبك صفه واحده بيورثها الفرد، لكن قانون مندل الثالث بيوصف ايه؟ صفتين اتنين هيورثهم الفرد. فبالتالي ممكن الاقي 9 افراد عندي قانون على حسب القانون الثالث بتاع الفري اسورتمنت او التوزيع الحر للكروموسومات او للصفات، الاقي ايه؟ ان هيطلع لي في الجيل اللي هو الاف 2 9 افراد شايلين الصفتين الاثنين اللي انا بدرسهم الباي هايبرد دي بصوره ايه؟ سائده دوميننت. وثلاث افراد منهم، احنا بنقول 9 الى 3، ثلاث افراد منهم هتظهر فيه احد الصفات، احد الصفتين بصوره سائده بينما الثانيه متنحيه. قلنا 9 لـ 3 الى 3. ايه الثلاثه الثانيه بقى؟ الصفه الثانيه اللي كانت متنحيه في الثلاثه اللي قبلها دي هتظهر بصوره سائده والاخرى تبقى ايه؟ متنحيه الى واحد فرد يحمل الصفتين الاثنين بصوره متنحيه. نقول تاني وهندي مثال، يعني هيبقى يظهر الفرد الافراد مجموعه الافراد اللي عندي هتظهر بصوره ايه بقى؟ انا عندي دلوقتي كام فرد؟ عندي 16 فرد. 9 من ال 16 دول هيشيلوا الصفتين السائدين، هتيجي فيهم سواء بقى بصوره سائده بصوره نقيه او بصوره ايه؟ هجين. وثلاثه منهم هتظهر فيهم احد الصفات السائدة، أحد الصفتين السائدة والأخرى تبقى متنحية، والتلاتة التانيين منهم هتظهر فيهم الصفة الأخرى بصورة سائدة واللي معاها تبقى متنحية، وفرد واحد هتظهر فيه الصفتين الاتنين متنحيين. نشوف ازاي بقى في الجدول هو اللي هيوضح لي الألغاز اللي احنا تمام. هحب الأول أعرفكم ايه الفرق ما بين الفري اسورتمنت اللي هو التوزيع الحر اللي هو بيتكلم عليه مندل، وبين التوزيع اللي مش حر اللي هو اللينكج الارتباط. لان احنا قلنا ان احنا في الكلاسيكال جيناتكس هندرس مندليان لو والديفيجن بتاعتها وهندرس اللينكج الارتباط. شايفين الاربع كروموسومات اللي موجودين في الناحيه الشمال؟ كل كروموسوم منهم شايل صفه سواء كانت الصفه دي سائده او متنحيه. اذا كل واحد منهم هيدخل جميطه براحته تمام. يجي بقى السائد بي مع متنحي ال او سائد بي مع سائد ال، هتيجي زي ما تيجي، هيبقى توزيع عشوائي مش كده. طيب الناحية اليمين نلاحظ برضو ان هم الاربعة قليل، بس المرة دي موجودين على 2 كروموسوم بس مش 4. اذا من الطبيعي ان يكون كل 2 جين موجودين على كروموسوم هيدخلوا الجميتة مع بعض، يبقى كده اصبح في بينهم نوع من الارتباط. وده الفرق الجوهري
بين يعني ايه لما نقول الارتباط وبين التوزيع الحر للكروموسومات او الجينات. وبيوضح لي هنا ان في حالة التوزيع الحر انا هيبقى عندي اربع انواع من الجاميتات في الاحتمالات، اما ان الاثنين السائدين يجوا مع بعض، او الاثنين المتنحيين بي سمول وال سمول يجوا مع بعض اللي هم اللي على الاطراف دول، او تيجي احد الصفات المتنحية مع الصفة الاخرى تبقى في صورة سائدة زي البي كابتل ال سمول او البي سمول ال كابتل. طيب ده في حاله الفري اسورتمنت. امال بقى لو في حاله اللينكج الاقي ان اللي هم الكروموسومين الاثنين اللي انتم شايفينهم قصادكم دول، الاقي ان انا بقى عندي كده نوعين اثنين بس من الجاميتات، اما بي كابتل اللي كابتل او بي سمول اللي سمول. تمام، وده الفرق الجوهري اللي احنا قلنا عليه. هنا بقى جايب لك راسم لك كده، تخيل لو انا عندي دلوقتي، طبعا طالما رسم كل أليل موجود على كروموسوم لوحده معهوش جين تاني، ماشي، يبقى ده ايه؟ فري اسورتمنت، توزيع حر. لاحظ هنا حط لك الفيميل جاميتس المحتمله فوق، اما ان بي كابتن تاخد يا يعني اما ان الفيميل جاميت تكون محتويه على الصفتين الاثنين بصفه سائده، او تكون محتوي على الصفتين الاثنين في العمود الاخير بشكل متنحي، او العمودين اللي في النص تبقى صفه فيهم سائده والاخرى متنحيه. الميل جاميتس اللي هي في الوضع الراسي نفس الشيء. طب تعالوا كده نشوف احتمالات لما نضرب البي اللي كابتل في البي اللي كابتل، وبعدين نبتدي نضرب البي كابتل اللي سمول في البي كابتل اللي سمول. تلاقي عندي هنا كام فرد واخد المربع بتاعه اللون الروز؟ زي ما انتوا شايفين طلع لي 9 مربعات. طيب الصفة السيدة بي رمز لها اللي هي كابتل دي بي كابتل، رمز لها بالمربع اللي لونه اورنج. تمام، كم مربع طلع لي؟ 3. واحيانا اتواجدت الصفة بي بصورة سائدة نقية، واحيانا تواجدت بصورة مالها سائدة خليطة. تمام، طيب تعالوا بقى نشوف المربعات اللي هي لونها تركواز دي مالها. هلاقيها انهم برضو عددهم 3، بس كانت فيهم الصفة ال هي اللي سائدة، سواء كانت بصورة نقية اللي كابتل او بصورة خليطة اللي كابتل اللي سمول. وبعدين هلاقي مربع واحد بس لونه موف اهو زي ما انتوا شايفين، ماله؟ بيحمل الصفتين الاثنين بشكل متناحي. اذا انا عندي كده طلع النسبة ايه؟ 9 بيربل 9 بينك اهم، وتلاتة اورانج، تمام، وتلاتة تريكواز، وواحد ايه اللي هو الموف ده. يبقى 9 لـ3 لـ3 لـ1، ده الايه؟ القانون الثالث لمندل. يعني اذا تزاوج فردين نقيين متضادين في زوج في زوجين من الصفات، فان الجيل الاول كله يكون جيل ايه؟ متجانس ولكنه خليط، هيتيروزايجوس. واذا حدث تزاوج بينهم بقى يظهر الجيل التام، من الجيل الاولاني ده يظهر الجيل التاني، النسبة فيه كام؟ 9 لـ3 لـ3 إلى 1. يبقى احنا كده عرفنا ان ملخص شابتر الاولاني ده هم 3 قوانين غير التعريفات الوراثية. عرفنا انه ملخصه 3 قوانين اللي هو اللو اوف دومينانس، تمام، واللو اوف سيجريجيشن، وتالت قانون اللي هو ايه؟ الفري اسورتمنت اللي قلنا بيدرس حاله انه اذا تزاوج فردان نقيان متضادين في زوجين من الصفات، فان الجيل الاول يظهر متجانس هجين، تمام، بالنسبة لزوجين الصفات، أما الجيل الثاني F2 يظهر إيه؟
الصفة فيه بنسبة، الصفتين فيه بنسبة 9:3:3:1. وقلنا إن الشريحة اللي قصادنا دي هو بيدرس فيها بذور البسلة على مستوى صفتين 2، صفة البذرة إن سطحها يكون راوند مدور ورمز له بالرمز R كابيتال، أو إن سطحها يكون متعرج ورمز له بالرمز الـ R سمول. وكمان درس صفة تانية اللي هي لون القرن لو كان أخضر رمز له عندك في الكتاب بالرمز G كابيتال، لو كان أصفر يبقى بالجي سمول، وهنا في السلايد رمز له بالرمز واي كابيتال وواي سمول. تمام، دي كده المحاضرة الأولانية بتاعتنا أو الجزء الأول من المحاضرة الأولانية بتاعتنا اللي هي المندلوم.